الله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو، ولا يدفع المكائد إلا هو، وما مراد المشتاقين في الدارين إلا هو، وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو. العباد كلهم فقراء لا غني إلا هو، والناس كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو، لا حافظ ولا ناصر إلا هو، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. ومن يعلم السر والجهر؟ لا إله إلا هو. موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو. إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو. أيوب في شدة المرض حين ناداه قال لا إله إلا هو. يوسف في قعر البير حين ناداه قال لا إله إلا هو. وأشهد أن لا إله إلا هو هو الحي لا إله إلا هو. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، إنما الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية، حاصلها فوت وآخرها موت. إخواني، بدن ضعيف وزاد قليل وبحر عميق والنار حريق والميزان دقيق والصراط عديل والقيامة قريبا والحاكم رب جليل. يقول آدم صفي الله نفسي نفسي، ويقول نوح نجي الله نفسي نفسي، ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي، ويقول موسى كليم الله نفسي نفسي، ويقول يوسف صديق الله نفسي نفسي، ويقول داود خليفة الله نفسي نفسي، ويقول عيسى روح الله نفسي نفسي، ويقول شفيعنا ونبينا محمد رسول الله أمتي 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 أمتي، ويقول الجبار جل جلاله عبادي عبادي عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، أصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وفاطمة رضي الله تعالى عنها سيدة نساء أهل الجنة،
وحمزة رضي الله تعالى عنه أسد الله وأسد رسوله، والحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والسلطان المسلم ظل الله في الأرض، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله تعالى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.